اللي يمكن نقوله هو ان احنا متبعين بالاحداث في المغرب، وان تنسيقيه اوروبا، ونعرفوا بان كاينه تنسيقيه كذلك كتكون في امريكا، وكاينين اخوان اللي كيتصلوا إذن جايين تنسيقيات أخرى في دول أخرى، تنسيقيات اخرى في دول في اخرى، قارات أخرى كاع في الهجره، في اي مكان كان مغربي كان امازيغي، والا تنسيقيات بداو كيستعدوا وكيناقشوا، والاخوان بداو كيجتمعوا. اللي وقع في ضواحي باريس وهو ان كانت وقفه، يوم اللي كانت وقفه في اكادير وفي بيوغرا، كانت وقفه في تروكاديرو في ساحه حقوق الانسان، اللي جمعت واحد الكثير ديال اش مشهر هذا فاش كانت الوقت؟ هذا السيدي كانت في نهار 13 يناير 2019، اذا في نفس الوقت، وكانت ما يقرب من 500 600 شخص اللي كانت الرايات، وكانوا الاخوان شعارات على الارض وعلى اكل. من الناحيه الاخرى بان الاخوان بداوا الان وكيجوا الاخوان من تنسيقيات الوطنيه هنايا وكيلتحقوا بنا تمايا، اللي مشاو لجنيف وكذلك في نيويورك، فالاخوان كيتكلموا على هذه المشاكل كلها، وكيطلبوا من المنظمات العالميه والمنظمات الحقوقيه بانهم يتدخلوا وبان يكون هناك حلول في القريب. اشنو هما بعض الجهات اللي استنجدتوا بهم على المستوى الدولي اللي دخلتوا وصلتوا لهم هذا الصوت ديالكم؟ مثلا في جنيف حضروا اخوان من فرنسا وكذلك من المغرب، واللي طرحوا هذا المشكل ديال الاراضي، وفي نفس الوقت كاينين بعض الممثلين لي ديبيتي في فرنسا وكذلك يعني في الكورس برلمانيين وفي الكورس، وكذلك بعض الكتاب وبعض المثقفين اللي بداو كيلتحقوا بالتنسيقيه وكيدافعوا بان الاخوان لابد من حلول اللي تجيب الحق للجماهير اللي موجوده، وبالخصوص في القرى.